بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي علي ماهر من رابعة اتصالات. مشروع تخرجي تخصص ديجيتال اي سي، وديجيتال اي سي كمان بيبقى فيها كذا تخصص. أنا مشروع تخرجي عن تخصص ديجيتال فيريفيكيشن مع شركة سبونسر، شركة ساي فيجن، ومشرف دكتور إبراهيم قمر. معلومات بسيطة عن تراك الديجيتال، هو في الآخر أنت بتزاين، أو يعني الموضوع كله مبني على عبارة عن حاجة اسمها اي سي بتاع كده صغنطوطة، يعني حجمها بتغير من تبدأ من مثلا نص ملي في نص ملي، يعني عبارة مربع كده لحد ممكن سنتي، وممكن اي سي نفسها تبقى كبيرة شوية وجواها كذا اي سي صغيرة. والاي سي ده بقى يعني الكترونيكس، اي جهاز الكتروني في العالم، موبايل، غسالة، تكييف، عربية، بيبقى فيه بتاع مليون اي سي زي كده. فهو المجتمع كله مبني على الاي سي دي، المجتمع كله مبني على هذه الصناعه، وفي شركه، في دول، اقتصاد دول كامله مبني على الصناعه دي. والتراك بقى نفسه، يعني انت في الاول بتقول انا هتخصص ديجيتال اي سي، وبتفتكر ان انت هتلم بالموضوع كله، بس في الاخر بتتفاجئ ان في كميه تخصصات في النص كتيره قوي. يعني بتلاقي نفسك مثلا اتخصصت في سلمه في سايكل كبيره جدا، من اول لما واحد يكون قاعد بيكتب كود لحد لما في الاخر خالص يبقى فيك حاجه كده زي اللي اوت واسلاك تتبعت للمصنع عشان تتصور. فممكن كابستراكت كده يعني اقصى ثلاث تخصصات جوه الديجيتال نفسه، ممكن نقول ديزاين فيريفيكيشن وفيزيكال ديزاين. وفي ناس بيقولوا عليه الفيزيكال دي حاجه تانية زي بي ان ار وزي اللي اوت. ممكن الديزاين ده هو واحد بيكتب اكواد، بس اكواد سبيشال شويه بنسميها اتش دي ال، هاردوير ديسكريبشن لانجويج. كل سطر بيكتبه في الكود بيبقى بيعبر مثلا عن اند جيت، اور جيت، يعني هو بيوصف هاردوير. واللغه المشهوره جدا سواء فيريلوج او في اتش دي ال. الفيريفيكيشن هو برضو بيكتب اكواد وبيعمل سيميوليشن، ان هو بقى يتاكد ان الديزاين، الراجل بتاع الار تي ال، او يعني هو بنسميه ديزاين او ار تي ال، كتبه، بنتاكد ان هو شغال صح كاكواد وكبيهيفير. وبيكتب غالبا بلغه الكود اسمها سيستم فيريلوج. سيستم فيريلوج هي دي يعني بالظبط كانها فيريلوج، بس ممكن تقول ابديت احدث منها، دخلوا شويه حاجات من السي والسي بلس بلس وكده. في الاخر بقى الفيزيكال ده حاجه كده يعني بيخش في شويه، بياخدوا، انا ما اعرفش عنها معلومات قوي يعني، بس هم بياخدوا بقى الار تي ال ده بعد ما اتاكدوا ان هو سليم وكل حاجه، بيخش بقى على شويه تولز وكده بقى في الباك اند، ان هم ياخدوا الكود الاتش دي ال ده ويحولوه لاسلاك ويحولوه لاي اوت وهارد ولوجيك جيتس وكل الحاجات دي. بدات اجهز نفسي للتراك ده امتى؟ هو انا المفروض بدات متاخر يعني، وبعد كده هقول لكم بدا بدري شويه. انا بدات حوالي في نص سنه ثالثه كده، اخدت كورس فيها وبدات اقرا شويه على النت وحاجه زي كده. بالنسبه للكورسات التريننجز اللي الواحد ممكن ياخدها، في حاجات يعني اللي انت تدفع فيها فلوس، وفي حاجات اللي انت تبقى مجانيه. في كورسات اونلاين ممكن على يوتيوب تدور على اي كورس للفيريلوج، ممكن كورسيرا تدور على اي كورس للفي اتش دي ال وفيريلوج. في دلوقتي مهندسين كتير بيعملوا كورسات بفلوس وحاجه زي كده، في انترنشيبس بس مش بتيجي لاي حد، في سيمنز، في ساي فيجن اكاديمي بتعمل كورسات كامله للديزاين والفيريفيكيشن وكل حاجه، في انترنشيبس كتير. التقدير، هو التقدير حاجه يعني حاجه كده نسبيه شويه، يعني في اي مجال، يعني مش المجال ده بس، هو موضوع ليه مقوله بتاعت العرض والطلب. دلوقتي المجال ده البوزيشنز فيه مش كتير قوي، يعني هو دلوقتي فيه بومينج وفي شركات كتيره بتفتح وحاجه زي كده، بس برضو في الاخر البوزيشنز فيه مش كتيره. فالموضوع بيتسبب ان في الاخر لازم يكون في تصفيه، ولو مثلا حد عنده بوزيشن واحد في شركه لازم اكيد يعني الناس اللي متقدمين عليه كلهم فاهمين ديزاين وديجيتال وكل حاجه، فهو لازم يرتبهم بالتقدير غصب عنه يعني. وكمان المجال ده فيري بوبولار، واغلبيه الناس بيبقوا متخصصين فيه، فعشان كده التقدير فيه مهم جدا. يعني كل ما تبقى اعلى يبقى فرصتك اكبر. وسط الكليه هو
اغلبها في الالكترونكس كورسات انالوج، بس في سنه رابعه الترم الاولاني كورس ديجيتال لكريم اسامه، وفي شويه كورسات اختياري الفي ال اس اي بتاع الدكتور سراج الترم الاولاني، وفي الترم الثاني ديجيتال ديزاين للدكتور كريم برضو، وفي ماده لسه السنه دي جديده اسمها اي دي اي، دكتوره ايمان من هي اصلا شغاله في سيمنز. بس المواد الاختياري يعني لو انت ما لحقتهاش مش مهم، يعني كل حاجه بتتصور اونلاين وكل حاجه الماتيريال بتاعتها موجوده وكل حاجه تقدر تلاقيها فري. نصيحه بقى اللي حابب يخش المجال، يعني خلي عندك اوبن مايندد، وخلي عندك دايما انك طول عمرك هتذاكر. يعني هو المجال فيه مليون تخصص جوه، كل ما تخلص واحد لازم تقول لا انا كده مش كفايه، انا هخش اذاكر المجال اللي بعده، بعد كده لا مش كفايه اخش اذاكر المجال اللي بعده. كمان يعني الاي سي اللي هو الناس بيعملوها ديزاين، هي انت مش هتذاكر الكترونكس بس، انت ممكن الاي سي تبقى حاجه ليها علاقه بالكوميونيكيشن، فهتروح تذاكر البي دي اف والستاندرد مثلا 200 صفحه بي دي اف، حاجه تبع الكوميونيكيشن، ممكن حاجه تبع الويفز، ممكن حاجه تبع الماشين ليرنينج. فانت طول عمرك هتفضل تذاكر تذاكر تذاكر، لازم عندك اوبن مايند وتبقى مستعد للحاجه دي وما تتخنقش منها. يعني كمان الكودينج، يعني لازم تبقى شغال في الكودينج، سي بلس بلس تمام، ماتلاب تمام، عشان اللغه واللغات نفسها بتاعه الالكترونكس معتمده على الحاجات دي. كمان مستعد تتعامل مع سوفت وير تولز كتيره، والسوفت وير تولز دي كمان هي نفسها لازم تذاكر الكوماندز بتاعتها، عشان بنكتب لها سكريبتات وبنكتب لها اكواد، وتبقى مستعد انك تقرا اليوزر مانيوال بي دي اف برضو بتاع التولز دي والحاجات دي. فبس شكرا.